فيه الكثير من الظروف اللي مهيئة باش نمشي إلى هذه القارة عندما تدخل وهي دخلت ديجا في حيز التطبيق، من مزايا جبائية، من حدود جمركية اللي كانت موجودة اللي كنا راح نتجاوزها، وهذا حيوفرنا أننا نقدر ندخل للقارة هذه بكل قوة. يجب أن نحضر أنفسنا من الآن باش ما نقولش رانا في يعني مؤخرة الركب، نقول بلي اون دوا سو بريباري، لأنه عندنا منتوج اللي منتوج تنافسي، منتوجنا إلى كان حبينا نقيموه يمشي إلى الدول الراقية والمتقدمة لأنه ذات جودة عالية. إذا كنا تكلمنا على الماربل نتاعنا، على الجرانيت نتاعنا، على السيراميك نتاعنا، على كل مواد البناء اللي راهي موجودة اليوم تعرفوها جيدا وتعرفوا لي جيزمون اللي عندنا، قادرين نمشي إلى دول متقدمة ونقدر ننافس سواء في السعر أو في النوعية أو حتى في الكمية.